مساء الخير. تتذكروا قبل انتخاب رئيس الجمهورية عنا كيف كان الحديث كله انه يجب لبنانة الاستحقاق؟ هيدا على اساس انه دايما بيتنقى رئيسنا من برا وانه هالمرة لازم يتلبنن ننتخبه نحن هون. في ناس قالت انه فعليا تلبنن الاستحقاق واجا الرئيس من هون. في ناس كانوا ضد الانتخاب كله على اساس انه هن ضد ايرنة الاستحقاق من ايران قصدهم. بس السنة انجازنا مش بلبنانة انتخابات الرئيس هون قد ما كان انه بلبنانة الانتخابات الرئاسية بامريكا. صدقوا بلشنا نصدر لبنانة للعالم. تخلص الانتخابات وبيربح ترامب وإز بيطلع لنا يوم غضب. هيدا عنا يوم غضب. اي يوم جمعة غضب مثل ما هي. مظاهرات واعلام وتكسير ازاز وحرق. كان ناقصها بس هيك شي اشرف ريفي يطلع. اما شي خطاب عن كيف استفاق المارد السني بكاليفورنيا. حرام هالامريكا شو عم بيصير فيها. والله مش شماتي بس كنا نقول جاي دورك شيكاغو بس ما كان قصدنا هيك. كنا عم نحكي باسكتبول يعني. لا صار عندهم حديث عن الاكترية الوهمية والاكترية الشعبية. مثل عنا بعد كل انتخابات. عم نلبنن والله. كلينتون جابت اصوات اكتر شعبيا بس باصوات الولايات طلع ترامب رئيس. هيدا قانون الستين كل مرة من قلهم. بركي بيأجلوها شي 3 أشهر كانوا ما كانوا يقبلوا. بس للصراحة بعبدهم شغل ليوصلوا لللبنان المزبوطة. انه بعدهم بيعملوا بانيك على حرق كم علم وتكسير كم ازاز سيارة. لكم شو هو؟ نحن عنا بلا زغرة المياومين بلا زغرة انه وقت يكون عندهم مظاهرة هيك بيتحضروا لها. هاي صبحية تنان بتكون عادي. شباب بدهم يتثبتوا شو بنعملن؟ هيدا البانيك بأمريكا لأن بعضهم جداد باللعبة مش فهمانين بعد انه هيدا الشغب اللي عم يشوفوه هيدا تعايش بضر بس أول فترة هيك بس بدها طولة بال بشوفوا كيف. يعني مثلا نحن عنا هون بسبعة أيار صار في شوية قصص ما رح نقول لا بس من وراها انتخبنا رئيس عملنا انتخابات وحكومتين وحدة وطنية يروقوا هن كمان. هيدا العيش المشترك هو اللي ناقصهم بعد. نحن عنا حتى المعارضة ما بتترك الموالات هيك في عايش مشترك. يعني مثلا نبيه بري قال بده يعارض هو وكان من الأول قال انه هلأ بده يعارض بس تيقدر يعارض مزبوط بده وزارة المال بده يساعد هو انه شو أصعب وزارة عندكم هتو وأنا بشيل عنكم. هيك العيش المشترك. حتى الكتايب هني ضد مرشح إيران للرئاسة وهني بدهم ثورة الأرز تجي محله بس بناخد وزارة ما بتضر الوزارة حيالة وحدي ما في مشكال. سمحت نفس هذا لحظة هيدا وعد فكره ده كله كرمال لبنان. هني عم بيضحوا كرمال لبنان بياخدوا وزارة. بعد ما وصلوا لهون بأمريكا بس ترامب بلش يلبننا شوي. يعني كيف بدي أقلكم من الناس هلأ اللي عم يفكر يوزرهم ترامب وهون مزبوط عم نحكي ابنه دونالد جونيور هاي مش لبناني شوي شوي عم بيوصل. بس بعد ايرنة نص المنطقة وسعدنة نص التاني اللبناني بلشت تتعمم على العالم كله. حتى من كم سنة بفرنسا كلمة ليبانيزاسيون هون جد عم بحكي حطوها بالمعجم الرسمي الفرنسي. شوفوا بالصورة هيدا بالمعجم الرسمي للغة الفرنسية فيكم تفوتوا على روس.fr وتشوفوا شو تعريفها الليبانيزاسيون. معناتها عملية تفكك الدولة من وراء خلافات أطراف المجتمع. شفتوا كيف؟ عم نعمم نحن اللبناني هذا مفهوم عالمي صار. بس المنيح بالخبرية مش كلها هيك سيئة. في شيء منيح بالخبرية إنه مع انتشار هيدي اللبناني بالعالم منكون برك لقينا الحل الوحيد لنوقف الهجرة. وين بدنا نروحوا بعد؟ شو فكركم هيك بالغلط طلعت هاي الدعاية على CNN أول ما ربح ترامب؟ شوف Hello? Hello. Who's this? This is Lebanon. Lebanon? Where have you been all this time? I'm here. I never moved. It's you who left. I didn't want to, but things haven't been easy. It has been even harder on me. I've always wanted to come back, but I... Well, I've been working hard day and night, and now things have changed. I'm back on my feet again. So why do you need me?
I want you to walk with me. Home is waiting. ماشي. أول ما ربح الزلمة ترامب بأمريكا كان لبنان، حمل التليفون وبلش تليفونات. جو وينك يا عمي؟ رجع رجع، حرقت لك دينا لأمريكا. تعال هون على قليلي، ما في خطر يكحطوك، بنضل نزبط لك وضعك. شو وظيفة؟ مو يومين فتاع. انتو هيدي بس الدعاية، تخيلوها لو كانت بالعربي، بتصور هيك كانت بتطلع. ألو ألو، مين؟ لبنان معك. لبنان؟ فادي لبنان؟ لك لا، لبنان البلد. شو بقى؟ ليك إذا عم تبيع موسوعة أنا مش لازمني. لك يا حبيبي، عم بقول لك لبنان البلد. شو عم بقول لك نوبلس؟ عم بحكيك لحتى ترجع. ارجع لوين؟ أنا هون على وطن مصيدبي. مشينا هلا خيي، ما شو على أساس أنا لبناني يعني؟ ما هي دعاية، مشي معي بالموضوع. هو كيف تقلب الاشياء جد دايما؟ خيي شو بعرفني شو هذا الشيء عم تعمله؟ ما بينشغل معك. بعد البريك بنرجع بموضوع الاساسي لليله، الحشيشه. موضوعنا الاساسي لليله هو الحشيشه، او النبته الوحيده اللي وليد جملاط بحياته مش مجربها. مع تشريع الحشيشه للاستعمالات الطبيه، دخنت الحشيشه شي يوم؟ لا مش مدخن لا حشيشه ولا حتى سيجاره بحياتي. هلا مش مدخن سيجاره حشيشه معقول، بس بوستاته على تويتر بتفرجي غير شيء تماما. اصلا الحشيشه ما ضروري تدخنها، فيك تنقع نقع يعني. مع انه في كثير عالم مقتنعة انه الحشيشة ما بتسوى نهائيا، من سنة 2007 بلشت تعلى الاصوات اللي عم بتطالب بتشريعها، والاسباب دائما مادية. ويحتذي البعض في لبنان بالمثال الامريكي في ولاية كولورادو، حيث حصلت الولاية على نحو 60 مليون دولار جراء تشريع هذه النبتة. ويقول خبراء اقتصاديون إن تشريع زراعة القنب لأغراض طبية سيؤمن مداخيل تتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً. وكل دنم حشيشة أي 900 متر مربع مردوده أكثر من 10,000 دولار. إذا كان مسموح بزراعة الحشيشة وتصريفها في الخارج، بيطلع على 2 مليارين دولار بالسنة للاقتصاد الوطني. 2 مليارين دولار؟ يعني قد أرباح تبع البنوك بالسنة. بس إذا بتضر بلاها يعني، أكيد نحن بالآخر مش بنوك. هلأ إذا الحشيشة بتضر، التدخين يقتل، ومش من عندها وزارة الصحة. طيب إذا يقتل عشو سامحينا؟ بعدين سامحين يقتل من عين يضر؟ طيب حطوا على كل شيء بضر إنه بضر، مثل الدخان مثلا يحطوا عليه، إنه مثلا الألكول بيحطوا عليه كمان لازم، ولو ما حدا انتبه انه هذا بضر. بعدين مثل ما حكينا البنوكي، شو ما بضروا البنوكي فكركم؟ هن بيسموا لك اياها فايده، بس هيدي كلها ضرر. يكتبوا على البنك برا هيك انه، ولانه قبل ما يفوت الواحد تا يعرف لوين فايت. ليه على التلفزيون؟ هيدا برنامج حسابك عنا على LBC، هيدا ما بضر فكرك؟ مبارك بذات، انا حاسه اني عم توحم عليك وسام. ولك رابع فاز. لمين بدك تحط هالميكروفون؟ لا 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 ما بصدق. لو بحطه عليا كان واحد بيتوقع قبل ما يحضر بيعرف حاله. شو هذا؟ هذا البرنامج بيأدي العجز الجنسي؟ عجز إلي ولا للعالم؟ وينك يا ساندي؟ بتضل معنا ساندي كل الوقت. بدنا نعلي الريتنج طيب. شو بقى نعمل؟ طيب إذا هودي كلهم بيضروا هيك، هات لنشوف الحشيشة قديش مستوى ضررها. بإحصاء فيدرالي رسمي سنة 2013 بأمريكا بيّن أنه 437,400 شخص توفوا من وراء التدخين، تأثيرات الدخان، بينما 29,000 شخص توفوا من وراء تأثيرات الألكول. بيضروا. طيب من وراء الحشيشة كم واحد توفى؟ صفر ولا واحد. وهي إحصاءات رسمية، مش أنه إبسوس عملتها، مش أهلية بمحلية القصة.
يعني نسبة الوفيات من وراء صوت الشيف أنطوان بسيلبرتي دواتس أعلى بكتير من كل اللي توفوا من الحشيش. هيدا بيؤدي للعجز الجنسي، هيدا بيقطع النسل. الحشيش مش بس ما حدا مات منه، في ناس حتى عم يستعملوها للعلاج كمان. القنب يضعف على سبيل المثال المخيخ، وهو العضو المسؤول عن التنسيق الحركي لآلام التشنج. قنب مسكن مهم لآلام المرضى النفسيين. هنا يقدم لهم القنب فوائد لا يمكنهم الحصول عليها من مسكنات أخرى. هودي لزان الأتات ولحبوب جوجوبا، حكم ألمان عم بيحكوا على التلفزيون ألماني محترمين. هلا الحكيم بألمانيا رأيه غير الحكيم عنا طبعا. بشوف نظريات وأقوال بتسهل على الجيل الجديد إنه يتعاطى المخدرات، مثل إنه شوية حشيش ما بتضر أو نتفة ماريجوانا ما بتضر. بمجتمع بلا مخدرات سمير زعزع. حكيم مش عارف إنه اللي بدخن سيجارة حشيش بيقول نفس الجملة بس بالقلب. لمجتمع بلا سمير زعزع ترمال أي شيء. طيب إذا بتعمل مليارين دولار وبينعمل منها أدوية وما بتضر، عشو من عينة؟ حتى وزير الداخلية السابق مروان شربل كان عنده نفس السؤال، إنه الحشيش منه مثل باقي المخدرات اللي لازم تبقى ممنوعة. أنا فتحت الكمبيوتر، فت على الانترنت تبع الحشيش، لقيت الحشيش إلى حسنات 70-80% أكثر من سيئتها. طيب هلأ فتح الكمبيوتر منيحة عادي، بس الانترنت تبع الحشيش هيدا شي جديد بالإنترنت. إنترنت مدودخ بركي. بالإنترنت تبع الحشيشة حتى الشيف أنطوان رح يتعلم شي جديد. عم نشتغل ضمن إمكانياتنا كيلو نص من هالنوع بكل سهولة. ست البيت فيها تسويهم بدون ما تستعين بجارتها. نحطها على النار، بنحط فوق منها كمان الزبدة يلي هي بكية صغيرة، بخلط المزيج كله سوا مع بعضه، شي طيب ويفت كمان وما يكون قاسي، بنشيل اللي هن على أصابعنا. يعني هيك بده يكون الشغل، يعني صينية فايتة صينية طالعة بالتحضير. فينا كل مناسبة كل شهرين ثلاثة نعمل هيك، ودائما من تلفزيون لبنان مع الشيف أنطوان. عيد مبارك، باي باي. هيدي حفشة مدخنة فعليا. مش بس الوزير شرب المقتنع انه الحشيش لازم تتشرع، حتى العالم بالشارع صارت الحشيشة عندها شيء طبيعي، لدرجة وقت اللي سألناهن كم مرة بتحشش بالجمعة؟ ليكوا الأجوبة كيف كان. كم مرة بتدخن حشيشة بالسنة؟ ووو بدك تسألني كم مرة بالأسبوع؟ يعني شي مرتين أو ثلاثة بالأسبوع، يعني بدك تحسبها بالشهر شي 16 مرة مثلا. كل أسبوع مرة. مرة واحدة بحياتك؟ شي 4 مرات. يا شي 4 مرات من 20 سنة. بالسنة شي 3 مرات. 3 مرات هيك شي 3-4. مرة بالصيفية ممكن، مش دايما يعني، كمان أوقات كل سنتين كل سنة. يعني مرة أو مرتين بالسنة؟ أبدا. هلأ بفكر مش غلط، بس أنه مع مين بتحشش؟ لحالي أنا وأصحابي، أوقات أنا وأهلي أخواتي، إنه حسب كل مرش عادي. خلص هيدي القصة صارت عادية، العالم تخطت هيدا الحاجز. بس هو فعليا ما كان هيك السؤال هيدي. بس تتعرفوا قديش عادي هيدا الجواب، شوفوا شو كان السؤال الفعلي اللي عليها الأجوبة. كم مرة بتضرب مرتك؟ يعني مرة أو مرتين بالسنة. شي 4 مرات من 20 سنة. كم مرة جوزك بيضربك؟ مرة بالصيفية ممكن، مش دايما يعني، كمان أوقات كل سنتين كل سنة. 5 مرات. بالسنة؟ بالسنة شي 4 مرات. كم مرة بتضرب أختك بالسنة؟ بالسنة شي 3 مرات. 3 مرات هيك شي 3-4. شي 16 مرة مثلا. مرة واحدة بحياتك. طيب إذا هيدا السؤال الفعلي طلع،
ما بتحسوا انه الحشيشه هينه قصتها بالمقارنه مع التعنيف الاسري اللي عم بيصير وبيعترفوا فيه العالم عادي؟ هيدا عادي. طيب هلا اثبتنا نقطتنا، هو السؤال الفعلي لكن هيك ولكن هيك، هيدا كان سؤالنا. كم مره بالسنه بتطلع على البقاع؟ بدك تسالني كم مره بالاسبوع؟ مره واحده بحياتك. مره بالصيفيه ممكن، مش دائما يعني، كمان اوقات كل سنتين كل سنه. مره من 20 سنه رحنا مره عبتين، ما في غيره. كم مره بتطلع على البقاع؟ بلفناكم. ها، كم مره بتطلع على البقاع اصلا؟ يعني لشو الواحد بيطلع على البقاع؟ معروفه، السؤال ملغوم يعني. طيب غير هيك شو مشكلتنا بقيت مع الحشيشه؟ قال بتدوخ. هيدا اللي خايف من الدوخه اكيد مش قاطع اوتوستراد المطار وشامم ريحه الكوستا برافا. ما في صاروخ بخضك هيك خضه، بتضلك تلولح بالسياره للجيه. طيب شو بيبقى بعد كل هالارقام والاحصاءات والدراسات؟ اكثر حجه بتستعمل لمنع تشريع الحشيشه تبقى هيدي. اليوم في العديد من المدمنين على المخدرات اللي هن بلشوا بتعاطي الحشيشة وانتقلوا من الحشيشة إلى المخدرات الأقوى، هيروين، كوكايين إلى آخره. وفي كتير تجار كوكايين وهيروين انتقلوا وعملوا نواب ووزراء كمان. ده شو دخلها بها؟ بركي ما لها علاقة. هون ما عم بتهم من راسي، لأن سنة 94 من أوائل النواب اللي بتنرفع عنهم الحصانة وبيفوت على الحبس كان النائب يحيى شمس، والتهمة كانت الإتجار بالمخدرات. وهودي آخر صور لشمس قبل ما ينحبس. أحذر الرأي العام الذي يعرف جيدا من هم تجار المخدرات الحقيقيين وأي مراكز في السلطة يحتلون، وعلى جميع المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية. يلا طيب، يعني لازم نمنع النيابة والوزارة إذا تجارة المخدرات معقول توصل لتعاطي الكرسي بالآخر؟ ما حدا يخبرني في إدمان أطول من هيك إدمان. الشيخ بطرس نايب من 72، سنة 72 عفرت سحبة. ولك اللي بدخن سيجارة عادية إلا ما يقطع شراز سنة ياخد فيها قرار إنه بدي أقطش لي هاليومين، خلص بدي ريح جسمي. الشيخ بطرس ما بريح. اللي ما بدهم يقولوا عاطف مجدلاني وغيره انه القانون اللي مانع كل انواع المخدرات وبيعتبرها كلها مثل بعضها هو اللي بيخلي تاجر الحشيشه يصير هو نفسه اللي بيبيع هيروين وكوكايين وغيرها كلها سوا. ومتى خليت الشاب يتعرف على هيدا الشخص واعتبرته صار خارج عن القانون اصلا؟ انتوا اللي بتكونوا عم تشجعوه ينتقل من الحشيشه للكوكايين، اما الهيروين اما الحبوب، ما الزلمه هو ذاته اللي بيعرف. تأشرحها يعني مثل ما صار مع ميشيل سماحه، انه هيك عم نفجر افطارات، بيروح خالد الظاهر وكم شيخ بالظهر، بسيطة، ما كله تفجير بالآخر. والتجار اللي عم نحكي عنهم هن تجار مثل هو. عندك هاي بضاعة كوكايين نفيش نات، عندك هذا كوكايين وسط. المصاري، لأنه ما في شيء بيجيب مصاري غير ما تهرب وتفوت قصص وشي. بدك تعمل شيء مش قانوني لتعمل مصاري. أوكي، هيدا تاني واحد نسوه. عم بجرب يعني عم بجرب يمثل انه هو تاجر، بس على قد ما رامي عياش عم بجرب يمثل انه مافيوزو ناركوس يعني. بس الأسوأ من التاجر هو الصحافي اللي مقدمه، أكرم خزام. كتار منكم ما راح يتذكر الاسم، بس هلا أكيد راح تتذكروا. أكرم خزام الجزيرة موسكو. أكرم خزام الجزيرة موسكو. بس هيدا الوثائقي تحديدا مش هون مشكلته. شوفوا أكرم خزام شو بيعمل مع المتعاطين اللي بيستقبلهم. علي يخضع لدروس مكثفة تسمى دروس التأمل، التي قد تساعده في التخلص من المخدرات التي اعتاد عليها سنين طويلة. خذ لك سيكارة. ممكن شوف كيف بس يعني. شو عم بيصير؟ أي صحافة بالعالم معقول يجيب ناس يقلنا إنه بيتعاطوا ويصير هو يشجعهم إنه خد لك سيجارة؟ يلا مش بيناتنا. آخر شيء زيح كوكايين. اسم الدوكيومنتري هذا المخدرات طاعون لبنان. يعني إذا عمل وثائق عن الدعارة أكيد أكرم بيروح بيجيب زلمة
يلا فرجينا كيف تعمل واحد موسكو. طلع حبيبي طلع ارتاح مساء الكاميرات ارتاح. قلت لكم الكول بيضرب اكثر ما عم تصدقوا. طيب لما تخبر كل هالخبريه بين العلم والواقع بكل تفاصيلها بيبقى لك اخر جواب لليه الحشيشه بعدها بالقانون معتبره مثل الايروين والاخطر من الكوكايين انه يا خيي هيدا القانون نحن بس عم نطبقه. عندنا قانون اسمه قانون المخدرات صدر بسنه العام 1998 يضع اقصى العقوبات ويجرم كل تعامل بالمخدرات مثل الحشيشي وغيرها. طالما عندنا قانون يجرم ويعاقب فاذا نحن نحتاج الى قانون ايضا لكي يزيل الصفه الجرميه عن الفعل ويزيل العقاب عنه. هذا هو القاضي محمد صعب مستشار وزير العدل السابق اشرف ريفي، هو من ابرز الناس اللي مع الحرب على المخدرات وضد تشريع الحشيشي بلبنان. الغريب بقصة القاضي صعب انه ضد تشريع الحشيشي مع العلم انه يمكن الشيء الوحيد اللي بيخليك تتحمل اشرف ريفي هي الحشيشي. وانا قلت يمكن بدك كم حبه قرقانين كبيره. مش بلبنان بس واصل مواصيل القاضي صعب على كولورادو بامريكا كمان. احتفلت ولايه كولورادو الامريكيه بما سمي بالاربعاء الاخضر وهو اليوم الاول الذي تباع فيه الماريجوانا بصوره قانونيه ومشروعه. وتهافت الأمريكيون إلى المتاجر المرخص لها بالبيع في مشهد يذكرنا بتهافت الناس أمام أفران الخبز أيام الحرب. أفران الخبز بالحرب الأهلية؟ بأمريكا هيك الوضع من وراء تشريع الحشيشي؟ بركي من وراء ترامب هيدا. هلأ رحنا فتنا على الإنترنت تبع كولورادو تنشوف كيف الوضع هناك. Sellers, growers, tourists, promoters, all of them happily celebrating the end of a prohibition just as another generation did 80 years ago. حتى المرأة عم تقول happily celebrating. أنا بس اللي مستغرب إنه ليه أكثر العالم اللي هي بحاجة لسيجارة تتفك عن سمانها شوي هي أكثر ناس ضد تشريع الحشيش. لحظة رح أعطي مثل. ليكو مثلا غدا عيد بالأيام العادي كيف بتكون؟ ليكي بكل دول العالم ما تقول ليك احترمني يا احترمك. ما تفكر انه بالصريف بدك تاخذ احترام الناس. بدك تحترمني لا احترمك. اوكي هلا ليك هي ذاتها غادة عيد شوفوها كيف بتصير بحقل الحشيشي عند واحد من مزارعي الحشيشي. الحشيشه اليوم انتم عم تزرعوها الكل هلا رح يقولوا انه اوكي انتم معكم حق بدكم تعيشوا بارضكم بس كمان هيدي بتقتل ناس. كنتوا بتتخيلوا شي نهار حدا يخلي غادة عيد هيك رواء؟ ما في دواء، هاي الدواء. يعني لا لو في شي كمانجا وراها بتقول ننسي عجرا. رومانتيك. بس القانون اللي حكي عنه القاضي محمد صعب هو نفسه القانون اللي بيمنع زراعة الحشيش. ومن الآخر نحن بالقانون ما بنلعب. وكل هودي العشائر وهيدي العائلات تعمل بحقل زراعة الحشيشة؟ طبعا. أنا بزرع 500 دولار مثل ما شايفيها جيراننا. بيزرعوا الارض كلها، ما حدا بيزرع الا حشيش، كله بيزرع حشيشي. انذرناهم انه حنزرع خمس اضعاف المزروع قبل بسنه، نفذنا ووجهنا. وكل سنه بدنا نزيد، او بيأمنوا بديل او بيشرعوا او المواجهه بيننا وبينهم وما عندناش مشكله. حاولنا نتصدى بالكلمه ما مشي الحال، تصدينا بالسلاح. هو مش منتبه لهم الرئيس صعب. اللي بيعمل سيجاره قصه كبيره، عادي. هو بيجوا دغري ورا فران الخبز من ورا ما بيبينوا. لك حتى العمال اللي بيطلعوهم تيتلفوا هن الحشيشي بطلوا مقتنعين بهالقصة. هلا هي كذا وكل شيء بس الدولة ما عم تعطي تعويض للعالم، يعني عم تتلف له ارضها مثل هاي المواسم كلها مزروعة حشيشي، عم تتلف لها اياها بس ما عم تعطيها تعويض. مش مقتنع. هيدا على فكرة تراكتور لعم بطلوا يحرقون، قبل كانوا يحرقوا يتلفوا الحشيشي حرق. بس وقتها كانوا يحرقون كانت تكيف الضيعة على النسمات يصيروا صارت آخر شيء مثل دعاية القصة يصير العالم بدها وقفوها. بس إنه أكيد الزلمة مش مقتنع حتى الدرك شو من كل عقلكم درك مبسوطين كل سنة يطلعوا لفوق إيدهم على قلبهم ياكلوها شي بي 7 أما يقعدوا مثلا على راس السنة يبحلقوا ببول العالم فكركم مبسوطين هون؟ مش مبسوطين. مع هذا وكله حملة الدولة لمكافحة المخدرات وصلت لأعلى مستوياتها بآخر 3-4 سنين. بالأرقام الرسمية اللي صادرة عن مكتب مكافحة المخدرات عدد الموقوفين بتهمة تعاطي المخدرات ارتفعت
من 1762 سنة 2011 ل 2781 سنة 2015. مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية أوقف عام 2015 عددا أكبر من الموقوفين عن العام 2014. أما في مقارنة بين المهن فالنسبة الأكبر من المدمنين هي من سائقي الأجرة. أكيد سائقي الأجرة. حدا قاطع رمبوان مكلس وضاع بين الإشارات أكيد بدون يحششوا بالآخر. بس الأهم هو النمر 4. المرتبة الرابعة شو كانت؟ الطلاب في المرتبة الثالثة ومصففو الشعر في المرتبة الرابعة. أكيد الحلاقين مثل مثلا حلاق طارق أبو جودة. مين في حلاق معقول يعمل هيك سكسيك غير ما يكون متعاطى شي تقيل؟ بس الأهم أنه من هالأحصاء فهمنا بالأخيرا يعني شو مشكلته لجورعت. أنا غير عن كل شيء معجبة بالجاكيت. مرسي مرسي مرسي. مقدم وعد مني لكل الفزع ولا حعملها جاكيت على ذوقي من ستيل وحتلبس. جورعت مصفف شعرة. هلأ أكيد هو متعاطى شيء تلبس هيك جاكيت أصلا. بس شوفوا هي شو متعاطاية تحبتها أسوأ. بس المشكلة هي بالمعلومة الأولى أنه الحشيش هي سبب أكتر نسبة من التوقيفات، وبحسب احصاءات اكثر من 55% من كل هالتوقيفات هن للي بيتعاطوا مخدرات توقفوا بسيجاره حشيش. 55%. سالنا هولنديين بامستردام هونيك مشرع الحشيش من سنين شو رايهم بالقانون اللبناني اللي بيعاقب اللي بدخن سيجاره حشيش بعقوبه من 3 اشهر ل 3 سنين. Oh, that's heavy. I think it's too harsh, actually. And yeah, we're not used to that because in Holland it's legal. So I'm really shocked, actually. Yeah. As a Dutch citizen, I must say it's kind of harsh, actually. 3 years for one joint. it's kind of ridiculous because that's just too much, man. It's just one joint. I think that's too much. I mean, I think it's everybody's own choice if he wants to smoke. And I don't think that's a reason to put someone in jail. I mean, you don't do anything to other people. You don't harm anyone. Maybe it's a little bit retarded. Retarded. Like expired. The rule is expired. Here there's a clear divide between soft drugs and hard drugs, and it's definitely not the same. And we can buy it here on the street, and everybody does it. So. Yeah, I think that's ridiculous. No, that's not the same. I think you should, you know, have a difference between hard drugs and soft drugs. You can have a small amount of weed in your pocket and you can use it at home without interrupting the public order. It was in my country. I would smoke anyway, but on the down low, just indoors or something like that. In a place where the cops can't see you. داخوا على الخبرية الجماعة مش على السيجارة يا ريت. المهم انتاج ضخم. نحن كنا بس عم نعمل هيدي ستانت تنفرجيكن. نحن بنتعب على حلقتنا معلش. طبعا القاضي محمد صعب مصر انه هيدا القانون ولازم يتطبق مش بقصة الزراعة اكيد بس بقصة التوقيفات. يعني اذا واحد دخلنه شي سيجارة شي محل. المنيح بالموضوع انه نحن كمان عنا القانون اللي بالمادة 130 منه بيقول انه بيستبدل العقوبة بالعلاج اذا تعهد الشخص بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج. بحسب المرصد المدني لاستقلالية القضاء وشفافيته سنة 2014 من اصل 2709 اشخاص توقفوا بتعاطي المخدرات كم واحد احيلوا للمعالجة؟ 110. ليه؟ لان الدولة اللي عملت هذا القانون ما عملت من 98 لليوم ولا مركز معالجة. صدوا هي بتحط قانون قصة المعالجة وما بتعمل مراكز. رئيس مكتب مكافحة المخدرات السابق العميد ميشيل شكور بيأكد انه مش المخالفة الوحيدة هيدي اللي بتعملها الدولة للقانون اللي هي حطته. مفروض يكون عندنا مركز نحن لقلنا على بور بيروت، مركز على الحدود البرية، مركز بمطار بيروت، هيدي كلها بالهيكلية جديدة واردة، انما نحن بكل الأسف بنقول لك انه بعدها مش منتفذة. بس ليه؟ ما عندي جواب مقنع لقول لك ليه مش منفذة. عميد اذا لحقتوا بك تكافح المخدرات ولانه غير هالكرافات
هاي بتدوخ اكثر بلا مجي يعني. السبب اللي ما بيعرفه العميد شكور بانه نترك الحدود فالتي للتهريب بس منلحق المزارع، شكله الوزير السابق فادي عبود بيعرفه أكتر. طبعا المزارع عم بياخد الحصة الأقل، هداك المهرب والتاجر المخدرات يلي عم بياخد الحصة الأكبر. وأنا أقول هالمليارديرية اللي بالسلطة عنا ولا مرة شايف لهم شي اختراع أو قارين لهم شي كتاب، يعني دايما رجل أعمال، ولا مرة بنعرف شو الأعمال تحديدا. أعمال بدل ما يروح محمد صعب ويشوف من إني هالتجار ويلاحقهم، بيضرب الرئيس من جديد وبيكتشف مخدر بالعالم كله بعد ما حدا اكتشف. المخدرات الرقمية هي برودكت من المخدرات عم يروج له عبر ويب سايت عالمي معروف كمخدرات من نوع جديد، فيها نغمات صوتية غير سمعية بترسل بيسمعها الإنسان بكل دينة بتردد مختلف، بتخليه يشعر شعور مشابه إلى شعور اللي بيشعر فيه متعاطي المخدرات التقليدية. هلا الغريب بهالخبرية انه مفروض اللي بيسمع ترددات صوت سامي جميل بدينة وطلال رسلان بتاني دينة، هذا عنده مناعة ضد اسوأ تردد، ما معقول. بما انه نحن كمان عنا كمبيوتر، نحن شفنا الانترنت تبع المخدرات وشوفوا شو رأي العلم بمخدرات الري الصعب الصوتية. But is this for real? Well, I'm gonna find out. I feel pretty normal. I'm doing this literally 2 minutes after I had my eye dose. Nothing. حطت مخدرات صوتية ورجعت مشيت على الزيح هيك، يعني إذا واحد شرب كاس عرق هون بضلوا يلق جمعة، إنه هيك؟ بس آخر شيء هو الأمريكان، يعني ما حدا بيعرف شو أطباعهم كذا، انتخبوا ترامب بالآخر ما فينا ناخد عليهم. خلينا نحن نجرب مخدرات الري الصعب هون باستوديو نشوف شو بصير فينا. ما بتاع بركي خطرة بركي، هاتوا نشوف شو شعوركم. في إزعاج، حدا عم بحس غير شيء؟ داني خلص بعتقد يعني هو بيعملوا بوسير أكتر ما عاوز يسطلوا حدا. إزعاج بس. نحن عملنا هلا كمان مخدرات شغل بيت، يعني هول صنع في لبنان، نحن حضرناهم، بعتقد يمكن يكونوا اول مخدرات الري الصعب الصوتي. خلينا نسمعهم نشوف شو تاثيرهم علينا. شيخ سامي، الامير طلال، جمهور داني، مدير مسرح داني، منيح شاغل انا بالاخبار، صار لنا مناعه، لك الرواق باستوديو، جمهور بدنا، خلصت السيجمنت، حدا يزقف داني. بعد الاعلان اخبارنا السريعه. أخبارنا السريعة، أسرع خبر هالأسبوع كان تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدونالد ترامب بانتخابه رئيس بأمريكا. كان أول رئيس بالعالم، أسرع واحد. هلأ رئيس مثل ترامب طبعا بده هاللهفة، مثل العادة هو الاتصالات يعني بيكونوا بروتوكولية، ما فيهم شيء جديد غير الحكي العام. متمنيا له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته القادمة، متطلعا إلى تعزيز علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. انه ما في خبر يعني، لازم نتعاون سوا وان شاء الله خير، مثل كل برقيات التهنئه. بس مش كل الاعلام بمصر كان شايفها هيك قصه عاديه. تحدثت الانباء كلها عن هذا الفوز، ولكن ما يخص الخبر هو الاتصال الهاتفي من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبيتكلم كمان انه هذا التعاون والتنسيق لما فيه مصلحه الشعبين المصري والامريكي. الشعبين، احنا ما بنتكلمش على مستوى الاشخاص، احنا بنتكلم على مستوى الشعبين. اعتقد ان احنا محتاجين كلنا نقف عندها شوية ونفكر، لان الكلام بين الرؤساء ما بيجيش ابدا عفوي. التمني لترامب بالنجاح في اداء مهامه ومسؤولياته في رعاية مصالح الشعب الامريكي الصديق، مرة تانية التركيز على الشعب الامريكي الصديق.
شكله ممتلفاً لغير حدا السيسي ترام. بس هو اللي مش ما بعرف شو بده انتباه هالقد ونتوقف عنده التعاون بين الشعبان. شو بده يكون التعاون بين الشعبان؟ شو التعاون مع شعبان عبد الرحيم؟ شو بده يكون التعاون بين المدام والست ميلانيا؟ التعاون بين الشعبان هيك بهذا الحكي اللي بينحكى بهيك مناسبات؟ وما وقف هون، صار يعيدوا كمان حكي قايله السيسي عن ترامب وترامب عن السيسي قبل بثلاث جماعة من الانتخابات. كيف ترى دونالد ترامب؟ هل تعتقد انه سيكون قائدا قويا؟ ما في شك قوي، رئيس قوي. بقول لكم التصريح ده الاعلام الامريكي اشتغل عليه فتره طويله. They felt very strongly that it was a productive meeting. What from your view? Well, I thought it was very productive. He's a fantastic guy. Took control of Egypt. طيب كلام كبير هو، بس كل واحد عنده رايه اخر شيء بالدنيا، ده راي. بس الترجمه ما فينا نلعب فيها، هي ترجمه مفروض حرف بحرف، ما فينا نفوت عليها لا شعر ولا حكي هيك. For that discussion, and they felt very strongly that it was a productive meeting. What from your view? قائدهم القوي هاخدنا من عنا، يعني الرئيس القوي ما قال هيك الزلمة، ما حدا منزيد على صحة السلام، يعني كلمة واحدة هي مثل سوريا الأسد، الرئيس القوي. لو بالآخر من إنه السيسي أول رئيس هنى ترامب بانتخابه، خلصت القصة هيك بالآخر. أنا شخص عاطفي جدا. إحنا قال لنا ما راح قولي على جنرال السيسي. فقعدنا نحكي له، ده يقول له قصه وده يقول له قصه وجزا السلطه وصوت 30 يونيو وبتاع، فلقيناه بيخبط بايديه كده بيقول اي لاف ذيس جاي، اي لاف ذيس جاي، اي لاف ذيس جاي. وطالما هو بيقول اي لاف ذيس جاي، هو بقي بالنسبه له حقيقه مش هزار، ومش عايزين يعني نكبر في الكلام. هو قال كده مثلي، بيقول كيمستري، بيقول مثلي، انا اتعلمت منه، بيقول مثلي الاعلى هو الجنرال، بيطبق الرئيس السيسي. طيب بخبرنا الثاني من جمعتين بحلقتنا عن الانتخابات الرئاسية بين لبنان وأمريكا، قطعنا على فضيحة هيلاري كلينتون بأنه ما استعملت إيميلها الرسمي لوزارة الخارجية وقتها كانت وزيرة، واستعملت محله إيميلها الخاص، وحكينا أنه عنا كل المجلس النيابي ما قاله إيميل رسمي أصلا، ومن النواب الـ 128 بس في 55 عارضين إيميلاتهم الخاصة لإذا حدا بده يتواصل معهم. بالحلقة نفسها بعثنا لهم ايميل سألناهم فيها ليه ما عندكم ايميل رسمي بالمجلس؟ من اصل ال 55 اللي بعثنا لهم اربع نواب ردوا علينا، وهلا لازم نذكرهم طبعا لان عندهم حق انه نبين توضيحهم. ياسين جابر، احمد فتفت، ابراهيم كنعان، وقلاع عون وضحوا لنا القضيه من وجهه نظرهم اللي صارت. النواب الاربعه نحن بقى نشكرهم على القليله ردوا على سؤالنا بوقت الاكثريه استايحه ما حاطه ايميل اصلا، مش بس ما بترد. ونحن ما بنكون إلا مبسوطين طبعاً إذا قدرنا نساعد بتحريك أو تسريع هذا الموضوع ليصير في مراسلات رسمية، صرنا بال 2016 تكبر شو عم نحكي، مراسلات رسمية للنواب مع الجهات الرسمية الخاصة بلبنان وبرا. ومننتقل على السوشيال ميديا. بالسوشيال ميديا خلينا نبلش بنوع جديد من الإيمانيات على السوشيال ميديا مع جورعد. خلينا نشوف صورة جورعد، قال إنه هو اليوم خطبة الجمعة كانت مؤثرة وما في أحلى لما تبكي وتتوسل لربك. طبعا هذا الشيء شخصي وبهمه يعني، بس كيف لحق يحمل الكاميرا ويصور حاله هي والدمعة عم تنزل هو بالجامع؟ مش مفروض يكون هلأ عم بيصلي؟ أنا بعتقد رأيي الشخصي انه هيدي عارف جايبين سيرته نحن بموضوع الحشيشي ونزل اول دمعه، هيدا اللي صار. عسيره الحشيشي، خلينا ننتقل لتويت للست نجوى كرم، بعتقد يمكن تساعدنا الحشيشي بتفسير الشيء اللي عم ينكتب هون باللغه اللاتينيه فينيقيا. يعني الايمان بقضيه وطنيه بيتحقق باراده تطبيق قانون الايمان، وعمر الوقت الحق بيضوي على حاله كلنا للوطن. يا بدها سيجارة تتنكتب يا بدها سيجارة تتنفهم، هيك صعبة. في كلنا للوطن. هلأ الإيمان بالقضية كيف بيتحقق؟ لأنه تطبيق إنه الإيمان ربك عليم. في تام حشيشي بقى، أنا ساقبت الحلقة يعني. هلأ خلينا ننتقل من هيدا الشيء اللي شفناه لكلينكيات، لأنه أنا عن جد في سؤال كان دايما يحيرني. ميريام كلينك ذكية كتير عم تعرف تستغلنا والإعلام، ولا في شيء خفيف عم يتحرك فيها بخليها تعملها؟ يعني ما في حل وسط، يا كتير ذكية يا كتير خفيفة. رح نجرب شوي نفهم. يعني طبعا منبلش بأول صورة اللي هي عم بتهني ترامب،
بعتقد عندها سيليكسيون مايويات بتكبهم ورا بعض يعني. محضرة كانت واحد هيك أخضر بركي سليمان فرنجية زمط ما زمط أورانج أحمر هلا في انتخابات بفرنسا جاية أبيض وأحمر وأزرق ماشي. هيدي من الصور اللي معودين لعملها من كليك إنه بتحسها كأنه بديانا نحكي عنها بالقوة. في شيء تاني شوي أقوى من هيك. فجأة ميريام كلينك تكتب على الفيسبوك تبعها افت شو هيدا في زيكو زيكو next to my room ساكس يعني. دقيت لهم على الباب سبولي لأنه زعجتهم قال نازل دق للسيكوريتي يسدلهم نيعن افت العمى شو وقحين اخت العلوج. هون منصير كتير بالمارج ذكي كتير خفيف كتير. بس انه ميريام كلينك مرة بتخبرنا انه هي بتقرف من السكس والنياء ومرة بدها تسكت انه لا بتزيك ولا بتزيح من درب الزيك يعني تتركهم جيرانها بالاخر شو رفين. بس كمان يعني مثل جو رعد كيف لحقت تحمل هالتليفون وتكتب الكومنت بين ما دقت على الباب وكحتوها وبدها تحكي السيكوريتي بالنص كتبت هالشي. بعد خبرية كمان زيادة عن الست ميريام بنفس هذا قال رحت على برلين كان في كلاب وكله زيكو زيكو لايف صورت فيديوز بالمخفي وبلبنان بشوفوا فخط بجنه كلهم مزلطين ومدندلين البضاعة النياء. لحظة النياء قرف لحظة لحدا بيقضيها مزلط كل حياته على السوشيال ميديا بقى تخلص هيك كومنت انه برا كيف مزلطين النياء وقرف يعني لو بتحطش عليها بالأول. بعتقد خفيفة كتير جمعة الجاي بنفس الوقت الأربعة عشرة ونص بنشوفكم. We'll be right back.